دكتور سامح نعمان العسوي، زي ما بقول مصر فيها كل ما هو جميل. مصر جميلة وفيها حاجات كتيرة جميلة ونماذج كتيرة جميلة. ده المواطن المصري بدرجة دكتوراه في الهندسة. دكتور سامح ده خريج فنية عسكرية، يعني رجل زوره عسكرية. دكتور سامح دلوقتي أستاذ في جامعة 6 أكتوبر للعلوم الحديثة والتكنولوجيا. الدكتور سامح هو استشاري للطاقة الجديدة والمتجددة في الرياح. دكتور سامح، انا بعتقد انه ادخل تعديلا على في هذه القضيه. انا بعتقد التعديل ده حيقلب بالمواتير في كل العالم. النهارده يستطيع ان يستغل طاقه الهواء اللي هي 6 متر في الثانيه، وانا قلت 6 متر في الثانيه. احنا كنا زمان ايام ما كنت في المظلات القوات الخاصه كنا بننط 6 متر في الثانيه، يعني الهواء ده موجود كان بيسمح لينا، مش هواء شديد، كنا بنعمل القفز في القفزات بتاعتنا ساعتها كان ب 6 متر في الثانيه. كون النهارده 6 متر في الثانيه يطلع لي 1 ميجا في كهرباء، 1000 كيلو وات كهرباء، من واحد بتكلفه تقريبا 15 16 قرش للكيلو، ده شيء رائع ومن اي حته في مصر. والميزه ان انا هعمل التروبين ده ولا المكان ده ولا المحطه دي في الحته اللي انا عايزها، جنب خطوط الاتصالات، في وسط المساحه، في المكان اللي انا عايزه، مش ان انا هضطر ان انا اعمل حاجه في مكان معين وابتدي اشد شبكات التوصيل ليها. كل الاختراع ده وكل، وبعدين الكلام ده اللي عمله الدكتور سامح ده ادخل هذا على الحاجات الروسي وصنعت ودربت واوليزت. فليعرض الكلام هنا على في مصر هنا في وزاره الكهرباء؟ قالوا له لا، الحقيقه اصل لازم انك انت عشان الورق الدمغه انت فاهمين الموضوع، مساله طبعا لا مش هيمشي الكلام ده كله. واحنا وانا بقى واخواننا في الكهرباء انا وهم، لما نشوف هنوصل لفين، يا تشنقونا يعني يا اما ان الكلام ده نشوف الكلام ده صحيح، لو الكلام ده غلط قولوا لنا. شكرا يا دكتور. مساء النور يا فندم بحضرتك. عشان الوقت انا سايب لحضرتك انت تشرح الموضوع من اوله لاخره كده، وانا هقعد اسمع زي الساده المشاهدين. انا قلت اللي انا عايز اقوله. ده شرف ليا يا فندم، ربنا يبارك فيك حضرتك. هو بالنسبه للمراوح اللي موجوده على مستوى العالم، هي مروحه بثلاثه ريشه ولا تعمل الا على 15 متر في الثانيه عشان تديني اقصى قدره زي بتاعت الزعفران اللي بتاعت التدخل اللي واقفه على طول، واللي خلتنا ان ننظر لهذه الطاقه نظره سيئه، ويعني بنبص لها ان حاجه مش مظبوطه، عمرنا ما شفناها بتتحرك. فايل الزعفران. حضرتك لما روسيا وصلت انها تعمل المروحه، ودي اول مروحه على مستوى العالم من روسيا بتشتغل على 10 متر في الثانيه، وبدل ما تكون 3 ريشه بتشتغل 10 ريشه، 5 قدام و5 ورا وبيلفوا عكس بعض. ال 10 ريشه بتعمل تلاشي لكل المشاكل اللي بتعملها الثلاثه ريشه، من ناحيه اولا من ناحيه الضوضاء اللي هي بتعملها، من ناحيه الامراض السرطانيه اللي بتسببها، من ناحيه التركيب عدد المراوح اللي ممكن اركبها جنب بعض. دي المروحه هي دي العشر ريشه. ايوه فندم، دي العشر ريشه. بخلاف انها بتديني كفاءه 80%، اي مروحه في العالم ثلاثه ريشه بتدي كفاءه لا تتعدى 30%. تمام. نيجي بقى للعشر ريشه، لما جم وبداوا يعرضوها، انا عارف ان مصر ما فيهاش ريح زياده عن 10 متر، ففوجئت ان الزعفرانه اصلا عامله حوالي 700 توربينه، ال 700 توربينه المفروض بيشتغلوا عند 15 متر في الثانيه عشان يدوني اقصى طاقه خارج. فلما يكون عندي الريح وانا معايا الكيرفات بتاعتها ممكن تتعرض بعد شويه، ان والنظام اللي انا بشتغل عليه بيديني الريح او مش الريح، بيديني المناخ لمده 15 يوم قدام كامل، مطر وحراره وريح وعفار وارتفاع سطح البحر، كل حاجه. وده 15 يوم قدام، وباخد 3 سنين لورا، يعني بدرس المكان 3 سنين لورا و15 يوم لقدام. فبالتالي رحت عامل دراسه على منطقه الزعفرانه بالكامل، لقيت ما فيهاش ال 15 متر. يوم ما بتتعدى 10 متر 11 متر ساعات معدوده في السنه. ده ايه الجدول اللي قدامنا ده؟ ده حضرتك ده الريح اللي موجوده في الزعفرانه لمده عام، التاريخ موجود فوق 360 يوم اللي هو ثاني سطر. ده بالنسبه لسنه كامله، لو بصينا هنلاقي في قفزتين بس في النص، هم دولت اللي بيدوني ال 11 متر في الثانيه مش 15. الاصفر ايه؟ الاصفر ده حاجه خاصه بعيد عن الرياح، بتديني نسبه الرطوبه والكلاوس. طيب والكلام. انما بيهمني اخر كيرف اللي تحت. الكيرف اللي تحت ده بيديني نسبه الريح، اللي خط اللي فوق
اقصى سرعه للرياح، والخط اللي تحت اقل سرعه للرياح. لو بصينا هنلاقي فيه بس هرمين موجودين في النص، هم دول اعلى قيمه للرياح في خلال السنه، اللي هم هيبقوا موجودين في شهر في نص السنه، في جون وجولاي حاجه زي كده. فهتلاقي حضرتك هي الفتره الصغيره دي بس اللي بتديني القفزه ال 11 متر في الثانيه. والباقي كله اقل من 8 متر واقل من 7 متر في الثانيه طول السنه. لما بيكملش 6 كمان. فاذا عشان احط مزرعه الرياح بتاعه الزعفرانه في المنطقه دي او في اي حته في مصر، فهي لا ما تديليش القدره اللي انا بشتغل عليها. نعم. ودلوقتي هنشوف من الجداول لما المروحه اللي بتشتغل على 15 متر تديني امتى الماكسيمم بتاعها عند 15. طب لو نزلت لسرعات مختلفه هتديني قد ايه؟ فحضرتك انا مع الروس الحمد لله تم التعاون والتفاهم بعد طبعا مناوشات ومفاوضات، ان انا بعد ما درست مصر لقيت ان انسب ريح عندي 6 متر في الثانيه. انا كنت عايز انزلها 5 بس احنا لقينا في مشاكل كبيره جدا، فالحمد لله وصلنا ان احنا تقدر تنزلها 5 ازاي يعني؟ يعني اخلي بدل ما تمشي على سرعه 6 متر في الثانيه اخد اقصى طاقه على 5 متر. يعني انت عايز تخلي المروحه اللي تنزل مش عايز احرب ريح. يعني اخلي المروحه تشتغل على سرعه اقل. فالحمد لله قدرنا نتوصل ان احنا نوصل لتشتغل على 6 متر. طولنا في الريشه وغيرنا في ده. انت حضرتك بس هنا بقى فضل. انت حضرتك هنا كنت شريك مع اخواننا؟ انا حضرتك شريك والشركه الروسيه دلوقتي انا مشترك جون فينشر بينهم. انما التصميم انت حضرتك اللي عملت التعديل بالتفكير التعديل. دخلت معاهم فيه. انما في النو هاو هو اصلا بتاعهم، بس انا من النو هاو ده اقول له طب ما نعمل كذا ليه؟ علشان احنا انا عندي كذا، ما نعمل كذا لان عندي كذا. فانت كنت كان همك كله انك توصل لستة اللي هي بتاعتنا اللي بتاعتنا هنا، لان احنا عندنا مليون كيلو متر مربع اقدر اشغل، او عندي الهواء المناسب اقدر اشغل فيه هذا الكلام في اي منطقه داخل مصر. في اي منطقه داخل مصر؟ في اي منطقه داخل مصر، ولا استخدم لا غاز ولا سولار ولا اللي هو الوقود الاحفوري اللي بيعمل بلاوي سودا ده، ولا الفحم ولا الكلام ده خالص. ما خلاص ما فيش وقود بقى مدى الهواء وخلاص. تمام. فهو ده اللي انا وصلت له لحضرتك. فبعد ما عملنا رحنا عاملين جدول متكامل، والجدول ده مصدق من الشركه الروسيه. واتحدى اي حد في العالم يطلع فيه خطا بعد الاختبارات اللي تمت. ما فيهوش كلام. حضرتك اول حاجه ان نسبه الكفاءه بتاعه المروحه ال10 وال6 اللي بتشتغل على 10 متر في الثانيه واللي بتشتغل على 6 متر في الثانيه دول من 75% ل80%. بقيه المراوح اللي في العالم 30%. انا عندي توربينتين، عندي مروحتين بيشتغلوا عكس بعض ب 10 ريشه، الباقي كله بيشتغل على مروحه واحده 3 ريشه. انا عندي سرعه الرياح الروسي اللي هي الاساسيه بتشتغل على 10 متر في الثانيه، انا بشتغل على 6 متر في الثانيه عشان اخد اقصى خرج. كل المراوح بتشتغل على 15 متر في الثانيه. انا عندي المشكله في طول الريشه، طول الريشه عندي 37 متر ونص. هي دي اكبر ريشه، انما الباقي كله في حدود ال 25 متر 30 متر. نيجي بقى حضرتك نشوف قدره الخرج في نظام مختلف من الرياح. لو انا بشتغل كل مروحه، يعني واحده بتشتغل على 6، واحده بتشتغل على 10 متر، واحده متر في الثانيه، والباقي بيشتغل على 15 متر في الثانيه، هاخد قد ايه كهرباء في السنه؟ بالكيلو. بالكيلو للي بتشتغل على 10 متر في الثانيه بالكيلو هاخد 5,547,000 كيلو في السنة. يعني 5 يمير 5 جيجا يعني حوالي 5 جيجا. طيب لو أنا بشتغل على الستة متر في الثانية هاخد 5 جيجا ونص. 5 ونص. كل واحد بيشتغل على الطاقة بتاعته. طيب المروحة اللي بتشتغل على الثلاثة بتشتغل على 3 ريشة وبتشتغل على 15 متر هتديني 1.1 جيجا كيلو في السنة. في نوع تاني من المراوح اديني 1.2. طيب انا خلينا في بتاعتنا دي مالناش دعوه بالتانيين بقى. طيب. هم احنا مش داخلين في منافسه معاهم. طيب انا لو الخمسه اللي هي بتعادل قد ايه؟ بتعادل قول لي كده السد العالي بيدينا ايه؟ ده انا هحدد لحضرتك سد عالي من الطاقه الشمسيه في كلام بسيط بدون ما الدوله تدفع قرش. اخلص دي وهقول لحضرتك السد العالي. طب خلص. حضرتك عندي بقى لما هقارن، لو انا عند 6 متر باخد ال 1000 كيلو، الباقي بياخد عند السرعات المختلفة. طب لو السرعة نزلت 5 متر انا هاخد 750 كيلو، اللي بتشتغل على 10 متر في الثانية هتديني 180 كيلو، اللي بتشتغل على 15 متر في الثانية هتديني 100 كيلو. ده لو سرعة الرياح نزلت 5 متر. طيب لو سرعة الرياح نزلت 4 متر، سرعة الرياح نزلت 4 متر انا هاخد 400 كيلو، اللي بتشتغل على 10 متر هتديني 40 كيلو كيلو وات ساعة. يعني تتوكس احسن يعني. اللي بتشتغل على 15 متر بتديني 10 ما بتشتغلش. طبعا لو رجعنا بقى ل 3 متر اللي هو 3 متر ده اللي هو ستارت
لكل المراوح. انا هاخد 200 كيلو والباقي مش هيدي حاجه. طيب المروحه بتاعتي اللي بتشتغل على 45 ارتفاع 45 متر باخد الطاقه دي عند 6 متر. طب لو رفعت من 45 ل 70 متر ارتفاع هاخد بدل ما اخد عند 6 متر في الثانيه ال 1000 كيلو هاخدهم عند 5.5 متر في الثانيه. لو طلعت عند 90 متر هاخد ال 1000 كيلو عند 5 متر. عند 5 متر في الثانيه. لو طلعت عند 90 متر. فبالتالي المروحه بتاعتي دي هي بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه هي المناسبه. طب ايه اللي يثبت هذا الكلام؟ ان حضرتك انا عملت دراسه على 250 نقطه داخل مصر. انا معايا منهم 95 نقطه. المناطق دول 95 نقطه بمناطق الرياح بكثافه الرياح كل شهر طول السنه. انا رجعت 3 سنين ورا واخدت المتوسط بتاعهم. حضرتك المناطق اللي انا اخدتها الحدود مع ليبيا، السلوم وسيدي براني، اسكندريه، دي الدراسات اللي انا عملتها. نطلع كل الساحل الشمالي، رحت بورسعيد، رحت العريش، رحت الحدود مع فلسطين المحتله، دخلت في شمال سيناء، جنوب سيناء، دخلت القاهره. القاهره بقى فين؟ في القاهره عندي العاشر من رمضان فيها مشكله مصانع. دخلت العبور، اكتوبر مصانع، الفيوم كومشين مصانع، دخلت كمان الهضبه، هضبه الاهرام فيها مشكله كهرباء، عمارات من غير كهرباء، المقطم ده داخل جمهوريه، داخل القاهره، كل ده شغال 10 10 بكفاءه عاليه. نزلت ورا حلايب وشلاتيم، حدود مع السودان، سيوه، كل المناطق دي انا عامل 250 منطقه منهم 95 هنا بالكيرفات كامله لكل منطقه. لقيت ان المناطق دي كلها تصلح انها تشتغل بطاقه الرياح على 6 متر بدون مشاكل اللي هي حاصله للناس في الزعفران. حضرتك لو رحنا بقى استعرضنا عند الزعفرانه، عند الزعفرانه حضرتك هم في سنه 2012 نزل، في سنه 2012 كان في 21/5/2012 في جورنان المصري اليوم في مشكله في التوربينات، وبيقول بعد فحص توربينات المشروع الاسباني في زعفرانه 5 قدره 85 ميجا وات بمعرفه مهندس الصيانه تبين سوء اداء توربينات من الطراز جامايسكا، دي توربينات تبع اسبانيا، وان الشركه دي بدات تستحوذ على جميع مشروعات الهيئه ودخلت السوق المصريه وكل الانتاج بتاعها بايظ، منها باظ منها 478 توربينه. وارسل رئيس موقع الزعفرانه مذكره الى مسؤولين بوزاره الكهرباء طالبهم خلالها باتخاذ الاجراءات اللازمه للحفاظ على المال العام. ده سنه 21/5/2012. جينا اتكلمنا على التوربينات ال 10 متر في الاول وقلنا ايه امكانياتها ونقدر نعمل احلال لمنطقه الزعفرانه بالكامل بالتوربينات الجديده ونشيل المشاكل اللي هي فيها واحنا نعملها ان شاء الله باي نظام هم عايزينه الدوله تعمله، نجيب مستثمر يعمل بنظام البي او تي، البنوك تاخدها. ما حصلش نصيب. فحصل حضرتك لما اتكلمت على المراوح ال 6 متر باستفاضه في اكتر من قناه تلفزيونيه راحت المصدر ده كان يوم 1/11 بقى، لان اخر مره كلمت يوم الخميس اللي فات، يوم الاحد 1/11 اصدر اكد مصدر مسؤول بوزاره الكهرباء والطاقه الجديده ان هيئه الطاقه الجديده تدرس حاليا فتره ارجاء محطات طاقه الرياح لمده عام بسبب ان المستثمرين لاقيين عندهم مشاكل في ان هم يعرفوا طاقه كميه الرياح اللي موجوده في المناطق اللي هيشتغلوا فيها. ارجع اقول له انت راجل بتاع طاقة هيئة جديدة ومتجددة، ازاي عملت الزعفرانة؟ يعني عندنا خريطة اسمها اطلس، دي الباي ديفولت الموجودة في مصر، فيها توزيع الرياح على مستوى الجمهورية، ده بخلاف النظام اللي انا بشتغل عليه. طيب انت ليه ما عطيتوش امداد بهذا الكلام؟ ما عطيتوش معلومات عن مصر موجودة ليه؟ اصبح المستثمر بيقول ان المستثمر متعسر ماليا، لان المستثمر اللي هيدي فلوس عشان يعملوا طاقة رياح مش متأكد ان في رياح في مصر تشغل المراوح بتاعته. ده في يوم 1/11. حضرتك يوم 4/11 يعني بعدها بيومين راح طلع قال ايه؟ قال ده برضه المصدر مسؤول، ده مصدر مسؤول مش عارفينه مين. لا ده المصدر ده بقى وزارة الكهرباء. ما هو برضه في وزارة الكهرباء، في وزارة الكهرباء. قال ان احنا هنعمل مزرعة جديدة طاقة رياح بقدرة 200 ميجا وات. 200 ميجا وات. فين؟ بعد الزعفرانه في خليج الزيت. خليج الزيت وخليج والزعفرانه بينهم مسافه 100 150 200 كيلو، مسافه صغيره. اذا كانت الريح اللي موجوده في الزعفرانه ما بتشغلش الزعفرانه،
ازاي انا بعد ما انا عامل الزعفران سنه 99، النهارده احنا في 2015، ازاي من 2000 من 99 ل 2015 ما اعرفش ان المنطقه دي ما تشغليش المراوح بتاعتي في شغل على 15 متر؟ انا بدفع فلوس هنا ليه؟ الفلوس جايه لي 50 مليون يورو دعم من المانيا، والباقي كله قرض من المانيا واللي جايه تعمله المانيا. طب ازاي انا وزاره كهرباء ادخل عندي معدات بتشتغل على 15 متر في الثانية وانا ما عنديش سرعة 15 متر في الثانية؟ وطبعا ما عملش التفاصيل بتاع المحطة دي، انما هو قال انها 200 ميجا. طيب هل هو عطانا ان المكان ده فيه 15 متر في الثانية؟ هل قال ان المحطات بتاعته لا تعمل الا 15 متر في الثانية؟ ما فيش في العالم محطات لا تعمل على 15 متر في الثانية غير الروسي العشرة ريشة اللي بشغل 10 متر و6 متر فقط. يعني الروس هم اللي عاملين ده من الاخر كده. ايوه هم اللي عاملين. طيب. واصلا اللي عمل الكلام ده هو اللي مخترع معظم طيارات روسيا، وهو عامل الطيار السوريسكي اللي بتشتغل بمروحتين فوق الوحيده. طيب. في العالم. تمام. اتفضل. طيب ده الوضع كده. قول لي بقى حضرتك دلوقتي، طب لو احنا النهارده افترضنا ان ربنا هداهم وهنعمل هذا الكلام والمشروع ده كله، لو احنا في منطقه الزعفرانه نقدر نعمل مزرعه قد ايه هناك؟ كم توربينه تشتغل؟ التوربينه اول سنه انا اديله 1 جيجا، يعني اديله على الاقل 1000 توربينة. 1000 توربينة في سنة من الستة متر. وبعدين أنا مش الألف دولت حدوني 1 جيجا، 1 جيجا وات ساعة. ده كمان حضرتك المشكلة ده قارني دايما، احنا السد العالي بيديني في السنة قد ايه؟ السد العالي حضرتك بيديني 2 جيجا وات ساعة. 2 جيجا وات ساعة السد العالي. السد العالي بس أنا عملت سد عالي، أنا عملت ما يوازي السد العالي من الطاقة الشمسية بحكاية فتات بدون ما الدولة تدفع قرش سقف فيه. عملت سد عالي ما يوازي العد السد العالي 2 جيجا، يعني دول 2 جيجا ساعة، 2 اكتر من جيجا، 2 جيجا وات ساعة. بالطاقة الشمسية، من الطاقة الشمسية وليست محطة واحدة، دي على 4000 يونت. لأن أنا عندي حضرتك 4000 أنت بتتكلم على الشمس دلوقتي مش الهواء. حضرتك بالنسبة للسد العالي عندي 4000 مصنع طوب. المصنع طوب بيستهلك لا يقل عن 500 كيلو وات ساعة. صاحب المصنع أنا اتفقت معاهم ده من 2013 ان احنا نحول المصانع بتاعتهم يا اما رياح يا اما طاقه شمسيه يا اما جزء مشترك، بشرط ان انا اغطي له ال 500 كيلو، وهو هياخد الفلوس كقرض من البنك هيسدها في خلال 5 6 سنين. هيبقى بالتالي هو عنده الكهرباء بتاعته كده، الدوله ما دفعتش حاجه. بس انا شلت من الدوله من كل مصنع 500 كيلو. لما يكون عندي 4000 مصنع في 500 كيلو يبقى انا عندي 2 جيجا وات ساعه. وفرت للدوله ايه؟ لو انا قلت ان الدوله بتدفع 50 قرش علشان تدي للمصنع ده كيلو كهرباء، يعني هي بتتكلف الدوله 50 قرش في كيلو كهرباء، يبقى انا وفرت 100 مليون جنيه في الساعه. على طول. مليون جنيه في الساعه، مليون جنيه في الساعه. طيب المليون جنيه في الساعه دول في اليوم ادينا 24 مليون جنيه، ده بخلاف ان انا وفرت للدوله الزيت والسولار والغاز. ده كسد عالي، فده سد عالي من الطاقه الشمسيه للدوله. ولو المصانع دي ما اشتغلتش يوم، الطاقه دي بتتحمل على الدوله، تدخل على الدوله، يبقى كمان بديلها 2 جيجا. ده بالنسبه ل طيب انا عشان اعمل مزرعه من التوربينات الهواء تديني كهرباء قد السد العالي مثلا، مثلا يعني تمام. احب عايز كام توربينه؟ وعايز 20. ها 20 توربينه. 20 توربينه. 20 اسف 2000 توربينه. 2000 توربينه. 2000 توربينه. توربينه بحجج ال 1000 بحجج ال 1000 بواحد ليله. دول يدوني طاقه قد الطاقه بتاعت السد العالي. السد العالي تمام. طيب هي المحطه الذريه بتدينا خمس هي المحطه الذريه اصل حضرتك ايه؟ المحطه انا بعتمد على الحجم والامكانيات الداخليه اللي داخل المحطه. نعم. اعملها زي ما اعملها بس انا لا اللي مع اللي احنا متعاقدين عليها دي كانت خمسة جيجا. خمسة ليره. خمسة ليره. هتتعمل في كام سنه؟ لا ما انا بتكلم يعني دي خمسة ليره يعني. تمام. دي خمسة ليره. فحضرتك دلوقتي المراوح بالنسبه لي انا اكتر افاده للدوله في التنميه الجديده. تعال انا حضرتك نروح على نخل او المناطق اللي هي على الحدود بيننا وبين فلسطين المحتله. هل وزاره الكهرباء تقدر تمد شبكه لحد هناك؟ لا، الطريق وعر. هتمدها بسولر ومولدات، وهناك مشاكل واحنا عارفين مشاكل السولر. المنطقه دي لو اتحط فيها في كل منطقة مروحتين ثلاثة رفعت المنطقة دي بالكامل، لها تحتاج مية تجيبها من الأرض وتحتاج سولر عندها الكهرباء بتاعتها، لها تحتاج إنارة، لها تحتاج مش عايزة كهرباء لأي حاجة، عندها كهربتها خلاص. خلاص. فحضرتك خد كل المناطق اللي فيها مشاكل، تعال ندخل على التنمية اللي عند السويس، منطقة السويس الجديدة،
والمناطق اللي عند مرسى مطروح اللي هي تعمل مصانع اسمنت او مصانع حديد. مصنع الاسمنت بيحتاج 35 ميجا وات في الساعة. طيب هتجيب له منين الدولة ب 35 ميجا وات ساعة؟ دلوقتي لو اشتراها صاحب، لو اشترى صاحب المصنع المحطات دي وخلاها لحسابه، بدل ما ياخد ال 35 مروحة اللي تدي له 35 ميجا، هيخليهم 50 تمام استنضبال أي مشكلة بأيا كان. هيقف عليه كيلو الكهرباء بأقصى تقدير ربع جنيه. بأقصى تقدير لو حتى عمل لها باك اب باتري. هيبقى معاه الربع جنيه كام سنة؟ 25 سنة. بياخد كهرباء لمصنعه ب 25 قرش في الساعة الكيلو لمدة 25 سنة، مع التعديل الأخير إن الخمسة بعد 25 سنة بيعمل صيانة رئيسية للمروحة تكمل معاه ال 50 سنة. 25 تانية. 25 تانية، والصيانة صيانة عبارة عن صيانة مراوح. ده فيها حاجة تانية حضرتك، إن النو هاو أنا باتفاقي مع الشركة النو هاو والمصنع هيتنقل بالكامل داخل مصر. يعني احنا نقدر نصنع هنا. انا ده اتفاقي. بعد اول تعاقد ولو على 20 مروحه. المصنع بامكانياته بالكامل بالتكنولوجي بالنو هاو داخل مصر، وهيشتغل فيه مصري روسي مشترك. وكل الانتاج اللي هيلف في العالم بعد كده هيبقى طالع من عندنا من هنا. اولا هيخدم مصر وبعدين يخدم بره مصر. هل المراوح اللي راحت الزعفرانه من سنه 99 نقلوا مصنع من المصانع دي هنا؟ هل نقلوا تكنولوجيا هنا؟ لا. ده اتفاقي. ده اتفاقي كان احنا كناس مصريين. طيب سؤالي انت حضرتك قلت لي ان في الشغل 6 متر واحنا مصر الهواء فيه 6 متر. 6 متر. التربينات دي بقى بتقعد يعني الهواء عندنا 24 ساعة؟ الهواء عندنا 24 ساعة يتراوح ما بين 3 متر، انا بشتغل من 3 متر، من 3 متر لحد يعني 3 متر الشغل التوربينة وتديني انتاج بس بتديني انتاج ضعيف. ولذلك انا لما اجي ابيع لمنطقه سكنيه غير اما ابيع لمصنع. مصنع يبقى لازم اعمل له ستيب اللي هو عايز 35 ميجا مثلا. مش بحط له 35 مروحه، هحط له 50 مروحه، 55 مروحه، عشان بقى بالليل ولما الهواء يقف يبقى كل الوقت كهربته واخد. لما في المدينه انا عندي باك اب، بعمل باك اب صغير ليها بيبقى بتغطي على طول. لان في المدينه كل شويه ده فاتح وده قافل كده. هل انت عند حضرتك، انا ما اعرفش، هل مدينه زقيره نعرف بتاخد كم ليله؟ لا هو حضرتك انا ما اعرفش، بس انا عامل حساب المنطقه المحافظه الاداريه، لان انا عامل 12 نقطه دراسه داخل العاصمه الاداريه الجديده وعامل على محور القناه بالكامل. انا عامل لحد 12 جيجا في العاصمه الاداريه، يعني حتى لو عملوا مصانع، لو ما عملوش منطقه سكنيه وتعمل فيها مصانع 12 ليله يعني 12 مروحه. لا 12,000 12,000 مروحه. ايوه 12,000 مروحه، ويشتغلوا زي الفل. وبعد كده المراوح دي اللي يقفوا جنب بعض ما فهمش مشكله. المشكله المراوح الثلاثه ما اقدرش احط اكتر من 200 جنب بعض. ليه؟ لان دي ثلاثه بيحصل دوامات هوائيه. بيعمل مشاكل، انما انا عشان الاثنين عكس بعض فبيلغي حكايه الدوامات الهوائيه. فمش هاخد مساحه ارض طويله. المروحه الواحده بتاخد 90 متر مربع. 90 متر مربع. ايوه 90 متر مربع. وكل حلفاء وكل ما اطلع فوق لو طلعت 90 متر هوا اكتر بقى. خلاص باخد بشتغل على 5 متر. طب محتاج انك تبني برج خرسانه جامد يعني حاجه موجود هيتعمل في مصر. يعني ده شرطي ان مفيش برج هيجي من بره، لازم يتعمل في لازم يتعلم في مصر ويتعمل في مصر. ويتعمل بايد مصريه عشان دي حاجتهم، فلازم يعملوها باخلاص ونتعلم ازاي نعملها. طيب هو البره معموله الابراج دي، هل بتبقى ابراج حديد وتحت تبقى عرضه للصدى؟ لا لا، هي حضرتك ميكسنج ما بين الحديد وما بين الخرسانه. الميدل. انما ده هل ما نقدرش نعمل برج مبني يطلع 100 متر؟ ممكن. المراوح معموله دراسه لحد ارتفاع 150 متر. يا فندم الدراسه اللي معموله على المحطات اقدر ارفع التوربينه لحد 150 متر. اقصد اقول انا لو طلعت مبنى عالي، يعني اقصد اقول كده المبنى هيعيش اكتر من البر المعدني. يعني حضرتك مبنى والناس تسكن فيه؟ لا 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 لا, لا 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 يعني يبقى بر طالع زي يعني مبنى يبقى طالع بافخر بشيء ما. يعني اخواننا بتوع المعمار انا مش حافتل ده، مش دي القضيه. طبعا كل ما هطلع فوق كل ما انا هيجي لي هاخد هواء اكتر واحسن. بالظبط. بالظبط، لان هو في كده كيرفات ما بين الارتفاع وما بين الطاقه اللي انا باخدها. انا بقول لحضرتك عند 70 متر باخد على 5.5، 90 باخد على 5 متر. يعني 90 متر بشتغل على 5 متر. سرعة 5 متر في الثانية. آخد أقصى طاقة لما تكون سرعة الرياح 5 متر في الثانية. حتى لو نزل هتديك ده هتديني 4، تديني 800 كيلو. في الساعة، في ال 800 كيلو في الساعة. طيب ال ال
معنى كده ان احنا نقدر نقول ان احنا هنحل ده. هتبقى طبعا انا لو اي اي حاجه تانية كمحطات التقليديه للكهرباء والبتاع دي، احنا بنتكلم في سولار وقود، ودي مشكله خلاص تمام، احنا بعدنا عن الكلام ده كله. تمام. الصيانه بتاعه الحاجات دي بتبقى لها صيانات دوريه مثلا؟ ليها صيانات دوريه حضرتك. اي حاجه بتتباع محطات او اي حاجه بتتباع سنتين، انا عاملها 3 سنين داخل مصر فقط. ثانيا لمجرد ان انا بشتغل المصانع بتتنقل هنا، الصيانة تعتبر بكلام لا يذكر بالنسبة لعدد المحطات، لأن هيتعمل لها طقم مصري روسي متدرب عليه بتاعها حاجتها، يعني دول عايشين عليها. المحطة دي بتشغل كم حد؟ والله وعلى حسب حضرتك، حسب الإنتاج، حسب المنطقة اللي أنا فيها. لو منطقة سكنية، يعني الزعفرانة كانت عاملة 700 محطة عشان تشغل يعني 700 مروحة، يعني 700 مروحة عشان تشغل 5 مليون فرد. تشغل 5 مليون؟ يعني منطقة سكنية فيها 5 مليون واحد. لا ده بتخدم، أنا بتكلم أن المحطة دي بيخدمها كام فنيين؟ لا ولا واحد. ولا واحد، الصيانة صيانة سنوية، المروحة اتعملت، الهواء موجود، محدش يجي ناحيتها، شغالة. هي على طول. شغالة على طول، ولا بجيب لها لا زيت ولا هواء ولا أسفل زيت ولا سولر ولا أي صيانة، خلاص شغالة على طول. هي ليها فترات سنوية، ولذلك أنا ما بشغلها في السنة، بشغلها 360 يوم مش 365 يوم، هم الخمس أيام اللي كل شهرين يوم تقريبا بتبقى هي اليوم الصيانة بتاعها، اللي هو بيعمل تشيك على الحاجات اللي فيها بس. انما هي مش محتاجة اي حد يشتغل جنبيها خالص خالص، ولا حد يشتغل عليها. انما اثناء الصيانة لازم بيكون طقم بسرعة اللي بيخلص. ولو احنا لينا نصنع دي هنا، المواد الخام بتاعت الصيانة موجودة عندنا؟ هتيجي من بره، لان هي فايبر كربون، وطبعا هي ستيب باي ستيب بتيجي الحاجات من بره لحد ما ربنا يسهل ونعرف نستخدم الخامات اللي عندنا. احنا عندنا كل حاجه، لحد ما نعرف ايه الحاجات اللي موجوده عندنا نقدر نستغلها ونطلع من عندنا. وبعدين لما يجي التصنيع، لما احنا هننقل التكنولوجي، هتفرق في الثمن طبعا. بالظبط، في كل حاجه حضرتك، في التكنولوجي والناس اللي هتشتغل، وهتبقى احنا المصدر لهذا الكلام. طيب سيادتك بقى، عشان خاطر احنا ما نقفش قدام طريق مقفول، هنعمل هذا الكلام كمشروع متقدم كده في 4 5 ورقات شارح فيه كل حاجه من الالف للياء، ويتقدم للهيئات المسؤوله، لان طلع ان حتى الهيئات اللي بتبقى معنيه ما بيسالوش يعني. انما ان شاء الله يعني خير زي ما بيقولوا ان شاء الله. فهم. طيب اكتر منطقه عندنا فيها هواء فين بقى من دراسه حضرتك انت؟ هي على الساحل بتاع البحر الاحمر وخليج السويس. يعني ما بقول عندي ريح كويسه بتوصل 8 متر في الثانيه 9 متر في الثانيه، يعني ما احنا يمكن يبقى 10. طب حاطين المراوح اللي ب 15 دي ليه؟ حضرتك ما تسالوا وما جابوها ليه؟ ويعني احنا النهارده في 2015 واحنا بادئين 1999 وحاطين المراوح، مين اللي قال انها هتبقى امتداد لهذا الكلام؟ غير ان هو في اتفاق بين مصر والمانيا ان هم يعملوا لنا مزرعه رياح داخل مصر. طيب حد ظبط المواصفات بتاعتها؟ يعني من 99 لحد النهارده 16 سنه ولا كام سنه، ما حدش عارف ان في مراوح جديده شغاله كذا، ما حدش بلاش المراوح الجديده، ما حدش عارف ان الدوله ما فيهاش 15 متر في الثانيه عشان احط. هي دي القضيه الاساسيه، انا ما عنديش هوا 15 متر. ما فيش. طب جايبينا ليه طيب؟ حضراتكم بتسالوا، ده لسه بيعملوا المزرعه، بادئين النهارده، التدشين بتاعها النهارده. النهارده نازله في الجرايد النهارده. طيب وما فيش في العالم الا 15 متر اخر حاجه، الروس بس اللي عملوا 10 متر. عملوا 10 متر، وانا مشترك معاهم عامل 6 متر، 6 متر بتديني 1 جيجا. لما في 6 متر بيديني كيلو، بيديني 15 كيلو 20 كيلو، ما اشتغلش معايا. وبعدين ما هيش مروحه افقيه، مروحه راسيه. بيشتغل على 6 متر بس، 6 متر قدرات صغيره. مش الواحد جيجا، يعني ما اقدرش اشغل بيها مصانع. عشان اشغل مصانع يبقى بدل ما احتاج 35 واحده هحتاج 35,000 واحده. كده. وبعدين الصيانه بتاعتها لما تعمل 35 صيانه ل 35 غير ما اعمل صيانه ل 1000 مروحه. وطبعا والكفاءه بتاعتها ما هيش الكفاءه العاليه. هي المروحه اللي بتديني الجيجا، اللي هي بتديني اللي هو 1000 كيلو ديت. أيوة. اللي بنقول عليها الجيجا دي بتديني في السنه، مش كده؟ لا بتديني الواحد ميجا في الساعه. واحد ميجا في الساعة. واحد ميجا في الساعة. في الساعة. في السنة حضرتك اضرب بقى تدي. في حاجات كتير. تديني 1 ميجا في الساعة. في الساعة. أنا بقى عشان المصنع بيبقى يعني أنت حضرتك قلت لي السد بيدينا كم ميجا؟ 2 جيجا. 2 جيجا، الجيجا اللي هي 1000 ميجا. الجيجا 1000 ميجا. ما كله بالألف كده. أيوة. جيجا 1000 ميجا. ميجا وات. ميجا. أنا ما أعتقدش إحنا بنخش في الجيجا في المدن، ما أعتقدش. لا بنخش فين؟ ها؟ بنخش، بناخد 5 جيجا و6 جيجا. ليه ما يمكنش ميجا؟ ليه 1000 1000 كيلو؟ ما يكفي اضاءة الشوارع. فنحن لما بنتكلم على الميجا بنتكلم ان الواحد، الواحدة بتديني ميجا. لو انا عندي
واحده لواحده تديني. طب انت حضرتك ما عندكش قياس الميله دي بتديني طاقه لايه؟ لا على حسب ما ده يعني، لو مثلا بنتكلم في بيوت والام الحاجات التقليديه التكييف ومش عارف ايه، ما انا لازم اقول لحضرتك هو عنده تكييف قد ايه يعني مش قوي كده، احنا مش بنحسبها يعني، مش احنا مش على ال هفترض ان كل شقه هتاخد في الساعه 5 كيلو، يبقى وانا عندي 1000 كيلو، يبقى ال 1000 على الخمسه هتديني 200 شقه. 200 شقة لو كل لو ده 5 كيلو اقصى حاجه يعني، مشغل تكييف ومشغل غسالته يعني مشغل كل حاجه عنده. ولو 5 كيلو ده اصلا ده هيقبض او هيجيب فلوس منين؟ ده لا وانا بقول لحضرتك اقصى حاجه، ما انا لما بحسب مين اللي بيستهلك قدامي ولازم احسب له على اقصى حاجه. فلو عندي 200 شقه وبتستهلك اقصى حاجه عندها ومرفهين جدا وعندهم بقى تكييفين وثلاثه وشغل ثلاجتين ومشغل غساله، 200 شقه على الاقل ممكن توصل ل 400 تبقى للاستهلاك، بس انا اقول من 200 ل 400. التكلفه بتاعت المحطه دي بقى قد ايه؟ شوف حضرتك التكلفه قبل ما اخد الاوكي بان هم وصلوا ل 25 سنه كانت 3 مليون، دلوقتي وصلت 4 مليون ل 50 سنه. 4 مليون ل 50 سنه. بس انا لما بحسب دراسه الجدوى بحسبها على 25. فبقول لو انا باخد ب 4 مليون على 25 سنه واحسب بقى اقسم على 1000 كيلو وبعدين اقسم على 360 يوم في السنه وبعدين اقسم على 24 ساعه في اليوم، هيطلع الكيلو بتاعي انا ب 1.8 سنت. بكام بقى الدولار؟ يطلع زي ما يطلع ان شاء الله. لو ب 8 يبقى 15 16 قرش بالظبط كده. ده كيلو، ده كيلو للي هو بيشتري او لصاحب المروحه. لصاحب المروحه. فبيبقى في الحدود دي. يعني دي الدوله لو عملت ده الكلام ده كله، وهي النهارده قاعده كهرباء بتتباع يعني فوق المبلغ ده بكتير يعني. لا ده هو هتبيع كتير وبعدين بتجيب راس المال ماكس اقصى حاجه 4 5 سنين، بعد 4 5 سنين الدخل ببلاش، لان انا ما بستهلكش لا زيت ولا سولار ولا غاز، انما محطات الكهرباء العاديه اللي هي كفائتها كل محطات الكهرباء كفائتها من 35 ل 40% اللي بتشتغل بالغاز والسولار. كل المحطات بتتعمل 30 و40%. انت عندك 70 ل 80%. انا عندي 75 ل 80. كمان حضرتك المحطات اللي هي يعني لو انا عملت محطه كهرباء وعملت محطه من التوربينات الاثنين بنفس التكلفه، تعال نعمل ستارت ونشتغل. دي هتشتغل من الهواء بتاع ربنا، ودي هتشتغل من السولار اللي برضه والغاز كله بتاع ربنا وبتاع ربنا الله اعطونا. بس ده بفلوس وده ببلاش. ايوه يبقى انا كاني بحرق فلوس عشان اخد كهرباء والمها تاني، انما هنا لا بحرق فلوس ولا حاجه وباخد فلوس. ده الفرق بابسط الامور. انما لو ما كانش عندي المروحه السته متر كنت ما كنتش هقدر اعرف اتكلم كده، كنت هقول لا ندور على حاجه تانية تساعدنا او نوصل لل 11 متر او لل 8 متر اللي هي الحاجات اللي موجوده. طيب عشان احنا تقريبا وقتنا خلص، انا عايز اخد شويه تاكيدات. اتفضل. طبعا السعر ده طبعا انتوا لو لقيتوا عرضتوا وقعتوا في ايد الرئيس السيسي يعني، ده بتوع سيمنز لغايه دلوقتي عمالين في الاسعار هيخفض، ده هو مالناش دعوه بيه. انما انا بتكلم بقى دلوقتي حضرتك بتؤكد ان اي مكان في مصر تستطيع هذه المحطه التوربينيه انها تشتغل فيه. ادي مثال يا فندم. ادي مثال كامل ل 95 منطقه في مصر. 95 منطقه في مصر. دول انا عامل على 250، دول 95 منطقه في قلب مصر بشكل الرياح بتاعتهم بالكيرفات بتاعتها كلها. طيب. بالكامل. المساله دي طبعا ما فيهاش اجتهاد، ده علم. علم. علم حضرتك. لو انا ممكن حضرتك بعد ما اخلص ندخل على برنامج سوا، حضرتك اختار اي نقطه في العالم اقول لك ده فيها مطر بعد نص ساعه، هنا سرعه الرياح كذا، درجه الحراره عندك كذا. طيب. على مستوى العالم. طيب يعني اذا النهارده اخواننا في الزعفرانه يعلموا تماما ان التوربينات اللي هيجيبوها والمراوح اللي هيجيبوها مش هتشتغل. تمام. يعلموا تماما. تمام. طيب. يبقى انت حضرتك بتؤكد ان في مصر صالحه ان احنا نعمل ونطلع كهرباء. طلع كهرباء على 6 متر في اي منطقه موجوده في مصر. وان تكلفه هذه الكهرباء هتوصل بالكلام المعمول بالليله والتوربينه ديت ب 4 مليون دولار. يعني تقريبا 32 مليون جنيه مصري، انها تقريبا الكيلو هيبقى في حدود 15 قرش المنتج او 16 قرش. تمام. النمره 3 انت حضرتك بتؤكد ان المحطه ديت فيها ضمان 25 سنة. 25 سنة قبل لل 50 بعد الصيانة الأولى. بعد الصيانة الأولى، فأنت في التعاقد بتاعك بيعملوا كلام. تمام. نمرة 5 سيادتك بتقول إنك أنت معاك مهنة موافقة إن كل التصنيع هيبقى إذا أراد ربنا التصنيع في مصر هنا. كله في مصر. والنو هاو في مصر هنا. هيجي مصر. وإن التصنيع اللي هنا يبقى إحنا النهاردة بنورد لإفريقيا، نورد لهنا، نورد لهنا، نورد لهنا. العالم كله. يعني دي كل الحاجات اللي تعمل. بعد ما نغطي مصر نطلع بره. طب انت متصور لو احنا في مصر ديت عشان نغطي مصر دون اللجوء لمحطات اخرى تانية حراريه وسولاريه والكلام ده كله،
هنبقى محتاجين كام بتاعة روبينا من ده؟ لا احنا هنبقى محتاجين كتير، بس ازاي ازاي اقدر اعمل لها تغطية او احلال؟ اول سنة حدي 1000 يعني 1 جيجا، السنة اللي بعديها لو انا في خلال السنة دي بنقل المصنع هنا، السنة اللي بعديها هضاعف هيبقى 2 جيجا، اللي بعديها هيبقى 4 جيجا. المصنع ده بانتاجه في المراوح دي قد ايه؟ اصلا عندي ولا كل حسب خطوط الانتاج؟ على حسب خطوط الانتاج والاداره والجزء الفني اللي شغال. طالما في مجهود وفي نيه للانتاج هيطلع كتير. يعني انا حضرتك انا موقف دلوقتي ممنوع واحده تطلع من روسيا 6 متر لاي حته في العالم. اللي بعد ما انا يقولوا لي مش عايزين، يقولوا لي مش عايزين، ولو قالوا لي مش عايزين برضه هغلس عليهم، لان حرام حرام ان احنا ان دي تطلع من بره. انما عليها طلب، جاء عليها طلب والله. ماليزيا من يوم الخميس اللي فات بعد ما خلصت جالي مكالمة من ماليزيا من واحد مسؤول عن الطاقة الجديدة المتجددة هناك، عايز اتعاقد معايا. قلت له ننتظر والله. تاني انت بتتكلم تعاقد مصر عشان الانتاج المصنع يغطي هنا بس، دي الفكرة. عشان مصر يا فندم، انا عشان انا بعمل اول حاجة، انا بعملها او حد اجبرني ان انا اعملها، ولا اصلا هاخد بيها شهادة ولا هعمل فيها حاجة. تمام. طيب انا هنتظر من سيادتك عشان وقتنا خلص الملخص الموضوع ده بالصور بالجداول. حاضر. يعني مرفق فيه كل حاجه عشان ما يبقاش فيه. تمام. دكتور سامح نعمان العيش، بشكر حضرتك جدا. لا تحت امرك، انا سعيد بحضرتك. شكرا. بشكر حضرتك وتصبحوا على خير.